شهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب إقبالاً ملحوظاً من المرأة المصرية للالتحاق ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات. هذا يهدف البرنامج لإعداد المرأة المصرية في المواقع التنفيذية المختلفة، وبلغ عدد المتقدمات للبرنامج 360 متقدمة، ويشارك في لجنة التقييم وزراء معنيون وخبراء مصريون وأجانب. احنا النهارده في برنامج تأهيل المرأة للقيادة، وانا شايفه ان البرنامج ده برنامج ناجح جدا، وكنا يمكن منتظرينه من زمان. بيساعد على تمكين المرأة، وبيساعد ان احنا نشوف نماذج كتيرة تصلح للمرأة للقيادة، وده تغيير كبير جدا احنا بنشوفه دلوقتي. بنحاول ان احنا نختار اصلح ما فيهم اللي ممكن يكون تصلح انها تكون قيادة وتكون قيادة ناجحة. وبصراحة احنا شفنا نماذج مشرفة جدا، سيدات بتشتغل في العمل التنفيذي كويسين جدا في أماكن كتيرة في الدولة، ممكن يعني على مستوى عالي من التعليم والثقة بالنفس والثبات الانفعالي. ويمكن هي دي الحاجات الصفات اللي المفروض تكون موجودة في القيادة، المرأة القيادية يعني. سعيد جدا بوجودي في منصة التقييم الممتازة الخاصة بالمرأة، وقد قمت بعمل عدد من المقابلات مع المتقدمات، واندهشت كثيرا بذكاء المتقدمات ورغبتهم بتطوير مهاراتهن، حبهم في التغيير وتعديل بيئة العمل الخاصة بهم، وذلك من أجل تطوير المجتمع للأفضل. ومن الجيد مشاركتهن في الأكاديمية الوطنية للتدريب المعروف عنها تأهيل القيادات للمستقبل، وتمنياتي لكل المتقدمات سواء اجتازوا الاختبارات أو لم يجتازوها بالنجاح الدائم. وأوجه شكري للأكاديمية الوطنية والحكومة المصرية على هذا البرنامج ونشاطات الأكاديمية للعمل على التقييم والتطوير من جميع الزوايا للمصريات والمصريين. ومرة أخرى سعيد بمشاركة هذه التجربة، وأتوقع أنها ستنتج مصريات قادرات على قيادة المستقبل.